بصمت الأندية الجزائرية على بداية موفقة خلال منافسة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي. اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل وأتلتيك بارادو حققوا الأهم خلال ذهاب الدور التمهيدي من المغامرة الإفريقية. التقرير لوليد مرزوكي. انطلاقة مثالية حققتها الأندية الجزائرية في البطولة الإفريقية رغم بعدهم عن المنافسة الرسمية لأشهر عديدة، إلا أن ثلاثي اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل وأتلتيك بارادو بصموا على بداية موفقة في رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي. ورغم مشاهده اتحاد العاصمة قبل صفرية النيجر والاضطرابات التي ضربت معقل النادي بسبب الأزمة المالية، إلى أن أشبال الاتحاد ضبطوا معالمهم وتجاوزوا مشاكلهم وعدلوا أوتارهم أمام نادي سونيداب في إطار الدور التمهيدي من منافسة تشامبيونز ليج. ثنائية بن شعة رممت بيت الاتحاد وأعادت الأمور نسبيا إلى نصابها في انتظار موقعة العودة بالجزائر. وبعد غياب طويل عن فعاليات المنافسة الإفريقية، عاد زعيم الجزائر شبيبة القبائل إلى رابطة الأبطال مدعوما بأنصاره الأوفياء، والموعد كان كبيراً بملعب الوحدة المغاربية الذي احتضن مواجهة الشبيبة والمريخ السوداني، مباراة لم تكن هينة لأشبال فيلود الذين تفوقوا بهدف لصفر من أقدام المستقدم الجديد رضا بن سايح. انتصار ولو كان غير آمن لأشبال الشبيبة، إلا أن خبرة الطاقم الفني في القارة السمراء كفيلة بمنح الكناري تأشيرة التأهل. الأداء المعهود لأبناء الأكاديمية نقلت إحداثيته إلى منافسة كأس الاتحاد الإفريقي، أين كان شبان الأتلتيك على موعد تاريخي أمام نادي كاسامارا الغيني. إبداع وإقناع جسده أشبال المدرب شالو الذين دكوا شباك منافسهم بثلاثية تاريخية مهدوا بها طريقهم إلى الدور المقبل قبل مباراة الإياب. مهمة الأندية الجزائرية لن تكون هينة في المنافسات الإفريقية، خاصة في ظل تواجد أعرق الأندية، إلا أن الإنجاز التاريخي للخضر بات حافزاً للفرق المحلية من أجل التألق على الصعيد الدولي.